احنا بسوق الفافون. نعم. زين، شنو اللي ده يخليكم متحرك السوق عندكم؟ والله بالنسبه للرواتب هي يعني ما يوزعوا الرواتب، ولذلك الموظفين ما يسلموا الرواتب، ما يصير شغل لي انا بالموصل. يعني بكل الشغلات يعني ما يصير شغل. هي نسبه الرواتب يعني. وشغلكم يعني اكو جمله مثلا؟ والله هسه حاليا جمله ماكو. مفرد، وكان قبل يعني الشغل يعني يجون عالم، هسه حاليا هسه الله 15 يوم 20 يوم ماكو. ثلاث كرات السوق تعبان، ماكو شغل. يمكن عدم توزيع رواتب؟ نعم، هي عدم توزيع رواتب، ما يوزع رواتب. انت تبيع حاجه نعم، هي حاجه هاي. مرات يوصونا جماعه، ها وصونا جماعه نشتغل لهم شغلات يعني مثل السماورات ما شرب، السماورات ما شاي. هذا سحب مكائن، سحب مكائن واكو يدوي. اللي يتطلب سحب يسحبونه على الماكينه، منسف، صيني، جدر، طاوه، ويرجعون يصموه باليدوي يصمونه. السوق شلون هسه؟ والله السوق بعده هم شوي راد له. اي والله. والله تاخير رواتب وشويه امور هذه مال كورونا، وهذه شويه ضعيف السوق. انا اصلا صفار، اشتغل صفايات، كل شيء اشتغل. اخر شيء اشتغلت شنو؟ صافيات مال كبر، هذول شغلي. هذه ايه. خبره متوارثه طبعا، انا اب من عجد. زين، ايش قد تطول بيها؟ والله ما سوى ربع ساعه، نص ساعه الوحده تطول. زين، انت ليش ما تسوي لك معمل؟ معمل يكلف ايش قال؟ اي والله يكلف. عندك خبره؟ خبره عندك. المعمل شغلته سحب، مو شغل يد. ايه، شغل مكان سحب، فيختلف. ايه. حاليا المكان اثرت عليكم شويه يعني على الصنعه؟ والصناعة ما تنتهي، ما حد يقول لك، يقول لك تنتهي ما تنتهي، بس المعامل هذا الشغل، المعامل الانتاج، لان يدوي ما راح يلحق. فالمعامل قاعد تنتج خاطر تلحق للسوق، يعني طلب السوق كثير، فما تلحق اليدوي تصنع ما تلحق. فالمعامل حتلحق شغل يعني للسوق. حاليا هالشراء شلون السوق ماكو؟ والله الحمد لله زين.